مع نفس بشريه ما بتتعاملش مثلا مع جماد، ازاي تغير اللعيب وتقول له بقى انسى الفرح وتعالى هنخش بقى في الجد، هتاخد منه وقت. خبره المدرب حبه من هنا وخبره الجهاز هتبان هنا. معلش يا كابتن فتحي، خلينا نروح لاجواء الفرحه برضو يا جماعه. اتفضل اذنك، انا اسف جدا يا جماعه. اتفضل يا سمير لو معاك صوت طبعا، يلا ورينا سمعنا يلا يا جمهور النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي. طب من الاول على صوت دايما بنشجع الابطال، فريق كبير فريق عظيم، فريق عظيم، اديله عمر.